يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، هل السترة واجبة في الصلاة بهذا النص؟ لا، عند جمهور أهل العلم السترة سنة ليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته لم يذكر له السترة، السترة سنة مكملة من المكملات. نعم.